عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب دودي سبورت، اهلا بكم. اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا وعلى طول بتوحشوني، واهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من ملعب الدودي سبورت. حلقة اليوم النهاردة بتتكلم على بعد الفضايح التحكيمية في لقاء الامس، واللي الزمالك قدر يعمل شكوى كبيرة جدا جدا داخل اتحاد المصري لكرة القدم، ومشادة لذيذة بين احمد عبد القادر ومارسيل كولر في تمرين اليوم، طبعا مشادة غير متوقعة بالمرة. بس قبل ما اخش على كل ده، عايزين نعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو الى 3000 لايك. بنجح بيكم وبدعواتكم، وباذن الرحمن اكون دايما عند حسن ظنكم. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. الأزمة اشتعلت في نادي الزمالك بعد مباراة الأمس اللي كانت بين الزمالك وأمين العرب، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين الحكم الدولي القاموس المعرفة اللي قدر يكون فيه أخطاء تحكيمية وفضيحة تحكيمية بعد احتساب او بعد الغاء اللي ما قدرش يحسب اي ضربة جزاء في لقاء الامس. وطبعا قدرنا نعرف كل التفاصيل من كابتن جهاد جريشة وكابتن سمير محمود عثمان، وقال لك فعلا يا راجل، يعني الناس طالعة بتتكلم وبتقول لك يا عم امين يا عمر، الناس اللي بتتكلم كابتن جهاد جريشة وكابتن سمير عثمان اتنين من كبار لجنة التحكيم اللي الواحد فعلا كان بيتفرج عليهم فعلا بمعنى الكلمة، وحضرهم في اخر فتراته الجميلة اللي الناس بتقولك فعلا الزمالك ليه ضربة جزاء صحيحة وامين عمر لن يحسبها اطلاقا. وطبعا زي ما احنا عارفين اللي ده اراء من كابتن جهاد جريشة وكابتن سمير عثمان، بس برضو قدر كابتن جهاد جريشة وكابتن سمير عثمان يوضحوا نقطة اللي حاتم سكر فيه كرة يستحق فيها الطرد، لكن ما اطردش برضو، دي ترجع للأخطاء التحكيمية بالنسبة لأمين عمر. ونادي الزمالك قدر في بعد اللقاء على طول يقدم شكوى في اتحاد المصري لكرة القدم، وصباح اليوم يتحقق مع كابتن أمين عمر علشان بنسبة 65-70% تعال قابلني لو المباراة عادت، تعال قابلني كده على كوبري قصر النيل لو المباراة عادت. لكن مفيش هنا هنا في مصر كلها لما تيجي تتفرج على كورة او يحصل كوارث تحكيمية او فضائح تحكيمية انسى ان في حاجة تتحسب او في حاجة تتعاد، مفيش الكلام ده خالص، ولا هتشوف اي حاجة من الحاجات دي، علشان كل الكلام ده مش هتلاقيه غير برة في اوروبا وجمال الحتة الاوروبية بمعنى الكلمة، لكن هنا في مصر مش هتلاقي الاشياء دي. وطبعا قدر نادي الزمالك يقدم احتجاج رسمي في اتحاد المصري لكرة القدم بعد لقاء الامس. والمشكلة بقى اللي نادي الزمالك بيدخل حتة النادي الاهلي في المواضيع، انا مالي يا عم ومال مشاكلكم، نادي الزمالك عنده مشكلة مع الحكم، ايه اللي دخل النادي الاهلي؟ ما هو اي شيء لازم يرشق النادي، يعني لازم يرشق النادي الاهلي معاه علشان النادي الاهلي ملوش دعوة. قال لك مين اللي هيحكم النهاردة في لقاء اليوم؟ امين عمر، يبقى الاحتواء، يبقى الراجل ده النادي الاهلي بيحبه، الراجل ده اهلاوي، الراجل ده مش عارف ايه، الكلام ده كله يا جماعة مش صحيح. الراجل انا جايب حد يحكم لي انا ولا فلان يحكم، بيبقى راجل محايد بين الاتنين، لكن فعلا ولا طلع محايد ولا طلع بعض الاشياء اللي فعلا شفناها بالامس. وانا بقولك نادي الزمالك ليه جون ما تحسبش وضربة جزاء ما تحسبتش، وقالك حاجات بقى من اللي قلبك يحبها، يعني بصراحة كل شيء من الاشياء دي. وانا شايف اني تدخل كابتن تدخل اتحاد المصري لكرة القدم في الشكوى اللي قدمها نادي الزمالك، يعني كده قدر نادي الزمالك قدر اتحاد الكرة يحقق مع كابتن امير عمر علشان نشوف الدنيا دي هتوصلنا لفين، ولا هل اللجنة التحكيمية هتطلع قرار بايقاف كابتن امين عمر ما يحكمش في الدوري لاي ماتش نادي الزمالك. ده اللي هنعرفه طبعا في خلال اليوم، وباذن الرحمن والباقية تأتي، وبإذن الرحمن نجيب لكم كل شيء جديد. صلي على الحبيب قلبك يطيب.
صباح اليوم في تمرين اليوم النهارده مشاده بين مارسيل كولر وكابتن احمد عبد القادر نجم النادي الاهلي. الراجل زعلان جدا جدا يا جماعه، وهو ولا قفشه الاثنين باينين عليهم يوم ماتش سان جورج نازلين مش هم دول اللي احنا عارفينهم، اذا كان الكابتن محمد مجدي قفشه ولا اذا كان الكابتن احمد عبد القادر، الاثنين لعيبه كبار. لكن مارسيل كولر دلوقتي في الناس الجاهزه زي رضا سليم، زي حسين الشحات، زي بيرسي تاو، زي كل الناس دي كلها موجودين وجاهزه. لكن انا بقول لك يا سيدي الفتره اللي جايه انا بقولها لك وخدها مني بضمان التعليق العربي، مارسيل كولر هيلعب رضا سليم، حسين الشحات هيلعب، بيرسي تاو هيلعب، هيبقى خارج الحسبان بالنسبه لمارسيل كولر. يعني الاثنين دول هيكونوا خارج حسابات النادي الاهلي الفتره اللي جايه. وانا بقول لك يا سيدي، انا بقول لك اهو اللي الوش كان مقلوب يوم لقاء سان جورج، علشان بعد الكعب الجميل اللي بيقول للناس انا موجود، انا احمد عبد القادر، انا يا عم كولر اكسب اي حد وانا ارقص اي حد، وقفشه لعيب كبير جدا 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 زي ما حضراتكم عارفين. من وجهه نظري انا قفشه من احسن صناع لعب في مصر، محمد مجدي قفشه لعيب كبير جدا. وانا بقول لك يا سيدي اللي مارسيل كولر مش هيحط في حسبانه او في دماغه ولا في دماغه هيكون مجدي قفشه في دماغه ولا احمد عبد القادر، والباقيه لسه هنشوف الدنيا فيها ايه. والنهارده حصل مشاده في التمرين بيعمل مش عارف ايه، ما ردش او ما منفذش اللي هو بيقول له عليه، والاثنين حصل مشاده خفيفه بينهم وبين بعض. لكن داخل النادي الاهلي محدش بيحس بحد، وانا شايف النادي الاهلي بيداري على شمعته تفضل تقيد والدنيا جميله جدا 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 داخل النادي الاهلي. ده كانت حلقه اليوم على الخبرين، خبر امين عمر وخبر مارسيل كولر احمد عبد القادر، وكان في سوء تفاهم بس صغير. باذن الله يا رب كل الحلقه عجبتكم. قبل ما اقفل معاكم نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو الى 3000 لايك، بنجح بيكم بدعواتكم، وباذن الرحمن اكون دايما عند حسن ظنكم. انتصروني في كل يوم فيديو جديد من ملعب الدود سبورت. بشكركم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا لعلنا في اليوتيوب والاشتراكات في القناة، تشجيع عندنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.